شما بوبرو وروحه حي وقديش وحاضله وشريره امين. اهلا وسهلا بكم احبائي مشاهدي قناه سوبورو تي في في حلقه جديده من برنامجنا المسيح المعلم. في الحلقه الماضيه كنا نحكي عن مسائل العمل الرسولي، وهلا راح نتابع وبقى عنا مساله بدنا نحكي عنها في بدايه الحلقه، وهي المساله الثامنه من مسائل العمل الرسولي: عدم الخوف. اولا بقوله: ليس التلميذ افضل من المعلم ولا العبد افضل من سيده، يكفي التلميذ ان يكون كمعلمه والعبد كسيده. يعلمنا المسيح المعلم ما يلي: واحد، يعلمنا انه مثل ما هو تألم هيك المؤمنين اللي هن تلاميذه رح يتألموا في حياتنا الزمنية، واولا الرسل والمبشرين. اثنين، يعلمنا انه مو المقصود بقوله ليس التلميذ افضل من المعلم هو التحصيل العلمي، انما الكرامة. فمهما حصل التلميذ على مراتب علمية عالية فكرامته ما راح تفوق كرامة المعلم، لانه بالاساس هو كان طفل ما يعرف اي شيء ولا يعلم اي شيء، المعلم هو اللي علمه وربه ودرجه في درجات العلم. وهو كمان ممكن في يوم الايام يصير معلم ويصير عنده كرامة معلم، بس ولكن لا تفوق كرامة معلمه هو اللي علمه، لانه هو معلمه هو السبب في انه هو كمان صار معلم. لذلك نشوف كثير من الناس اليوم اطباء مهندسين علماء، لما يشوفوا واحد من معلمين في الطفولة ولو ما هن في هالمراتب العلمية العالية انما ينحنوا قداما يقولوا اهلا وسهلا بك يا معلمي. ولذلك مهما كانت كرامة المعلم المسيحي لا ترقى ولا توصل إلى كرامة المسيح اللي هو المعلم الأعظم في التعليم وفي الإيمان المسيحي. ثانيا بقوله: إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعل زبول فكم بالحري أهل بيته. هون يعلمنا أنه إذا كان هو الإله المتجسد وهو صاحب البيت وهو سيد الخلاص لقبوه بعل زبول يعني شيطان، فشلون نحن كمان راح يلقبونا وراح يتهمونا اتهامات شتى وكثيرة. ثالثا يقول: فلا تخافوهم. مين هن؟ الكلام عائد على كلامه السابق اللي حكيناه: هانا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب. وقلنا أنه الذئب حيوان مفترس لا يشبع، فتشوفوه هلا عم يفترس عم ياكل فريسة، إذا شاف فريسة تانية يهجم عليها وينقذ عليها ويقتلها. وهذا ينطبق على الناس الأشرار اللي يكرهوا المؤمنين، وينطبق كمان على المبتدعين الخارجين عن الإيمان اللي يريدوا نحن كمان نطلع ونخرج عن إيمان الخلاص، وبالتالي نهلك ونخسر حياتنا الأبدية. وبالتالي مشان ما تسنح لألن فرصة الانقضاض علينا لازم نحذر منن، وحذرنا يتمثل أول في أنه نحن ما لازم نخافن، ولما ما نخافن فنحن محصنين بالمسيح له المجد. لذلك عم يقول: فلا تخافوهم. وهيك يعلمنا أنه إذا هو معنا نحن ما نخاف، بما أنه هو الله فهو معنا، يعني الله معنا. والرسول بولس يقول: إن كان الله معنا فمن علينا. رابعا: لأن ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. المسيح المعلم في شرح الآية هاي عم يعلمنا مجموعة من المسائل، راح أذكر منها مسألتين رئيسيات. الأولى يعلمنا أن المؤمن المسيحي مهما أخفى مجده إلا أنه هو راح يعلنه في الوقت المناسب، وراح يعلنه جزئيا في الحياة الزمنية، يعلنه جزئيا في الحياة الزمنية بس، ولكن راح يعلنه إعلان كامل في الحياة الأبدية، بالإضافة إلى أنه راح يعلن بشكل دائم أنه هو يخلص البشر بواسطنا نحن المؤمنين إذا أرادوا هن يخلصوا. والمسألة الثانية وهي تحذير لكل إنسان يخطئ، يعمل خطأ، يعمل ذنوب، يعمل الآثام ويأتي بالمعاصي ويخفيها
ومهما يحاول يخفيها المسيح عم يعلمنا انه هذا راح يجي يوم وراح تنكشف اموره كلياتها. لذلك المسألة الثانية هي تحذير انه نحن ما نخطأ وما نعمل آثام، لانه مهما استترنا راح يجي يوم وتنكشف. خامسا، الذي يقول لكم في ظلمة قولوه في النور، والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح. من ناحية الظلمة والأذن يعني الخفاء، والنور والسطوح يعنيان العلن. وهيك يعلمنا المسيح المعلم له المجد أنه المؤمن اللي يكلمه المسيح مباشرة مثل الرسل والتلاميذ أو بأسلوب غير مباشر عبر الإنجيل، هذا المؤمن مفروض ما يخفي درر الإنجيل، مفروض ما يخفي درر تعاليم المسيح ويخبيها لحاله، إنما لازم ينتهز الفرصة ويعلنها للناس، لأنه ربنا يسوع المسيح بالأساس ما أجى مشان يخلص شخص واحد فقط، إنما أجى مشان يخلص كل من يريد الخلاص وحط التعليم، وهالتعليم ناس ينقلوا من ناس إلى ناس ومن جيل إلى جيل وإلى يوم القيامة. ومن ناحية تانية يعلمنا أنه نحن ما نسكت عن الخطأ، وهي سمة من سمات المسيحيين. لذلك تشوف المؤمن المسيحي دائما يقول هذا خطأ وهذا صواب، بس بشرط عدم الإدانة. سادسا، ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد، كليهما في جهنم. وفي هالآية يعلمنا المسيح المعلم له المجد أنه في ناس بده يقتل المؤمنين لأنه هن مؤمنين بالمسيح له المجد، ويعلمنا أنه هو وحده قادر يقتل النفس، هو وحده قادر يقتل النفس، أما اللي يقتل الجسد من البشر مو قادر يقتل النفس. لذلك يعلمنا انه نحن ما نخاف من البشر الكارهين الحاقدين اذا كنا عم نسلك بحسب حق انجيل المسيح. ليش؟ لانه هن فقط يقدروا يقتلوا الجسد بس، ولكن اذا كنا نعمل بحسب حق انجيل المسيح النفس راح تصعد الى المسيح وتتنعم مع المسيح في ملكوت السماوات. اما المصيبة اذا ما كنا سالكين بحسب حق انجيل المسيح، فإذا قتل جسدنا نفسنا كمان راح تروح إلى الهلاك وتقتل في الهلاك الأبدي إلى الأبد. سابعا، أليس عصفوران يباعان بفلس وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم؟ وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصات، فلا تخافوا أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وهون يعلمنا المسيح المعلم له المجد أنه عدم الخوف قائم على أساس رعاية الله لنا وعناية الله فينا. هالعناية تشمل كل كياننا حتى شعور رؤوسنا محصات عند الله. ثامنا، فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف وأنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات، ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. وفي هالآية علمنا المسيح المعلم أنه الاعتراف بالمسيح ما هو مجرد الاعتراف الكلامي أنا أؤمن بالمسيح، لا، الاعتراف الكلامي المقترن بالعمل بحسب حق إنجيل المسيح. وبالتالي إنكار المسيح ما هو إنكار كلامي فقط أنه أنا لا أؤمن بالمسيح، إنما هو إنكار كلامي وهو إنكار تعاليم المسيح وعدم العمل بتعاليم المسيح، إضافة إلى ملاحظة سيئة جدا وهي الانسلاخ عن جسم المسيح اللي هو الكنيسة. لذلك يعلمنا المسيح المعلم أنه إذا نحن ردنا نكون معترفين حقيقيين فيه، فلازم ما ننكره كلاميا، ولازم نحفظ كلامه ونعمل بموجب كلامه، ونبقى دائما أعضاء حقيقيين في كنيسته. المسألة التاسعة من مسائل العمل الرسولي هي الحروب الداخلية. عم يقول السيد المسيح له المجد: لا تظنوا أني جئت ليلقي سلاما على الأرض، ما جئت ليلقي سلاما بل سيفا، فإني جئت ليفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها
والكنة ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنة أو ابنا أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، ومتى من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها، من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبيا يأخذ، ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ، ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. بالتأمل في هذا النص وخاصة بما يختص بالحروب الداخلية راح نشوف. أولا، بعد ما شجع تلاميذه على الجهاد في الشهادة وقبول الضيق والطرد في العالم، وجهن إلى أنه راح يلاقى حروب داخلية. هل الحروب الداخلية من ناحية راح تكون من نفس الإنسان ومن مشاعره، واثنين راح تكون من أهل بيته، وبالتالي الحرب الداخلية حقيقة هي دائما الأشرس وهي الأخطر على نفس الإنسان أكثر بكثير من الحرب الخارجية اللي يثيرها الشيطان. وإذا ما تأملنا أكثر راح نشوف أن المسيح المعلم عم يعلمنا ما يلي. يعلمنا أنه مشاعر المؤمن راح تقاومه في الإيمان، يعني الشيطان راح يدخل في نفسه أفكار دائما يا إيش دخلك من المسيح، وتتعب حالك وراء المسيح، وترهق حالك وتحرم حالك، لا شوف حياتك أفضل. هاي حرب شيطانية، يعلمنا أنه هاي حرب شيطانية لازم نحذر هالحرب. يعلمنا أنه أهل بيت الغير مؤمنين سيقاومون، راح يقاوموا اللي آمنوا في البيت الواحد. ففي البيت قسم من أفراد البيت راح يؤمن وقسم من أفراد البيت ما راح يؤمن، واللي ما راح يؤمنوا راح يحاربوا، أو الشيطان راح يحردن على اللي راح يآمنوا مشان يقاومن ويحاول في محاولة ردن عن الإيمان. ويعلمنا أنه جسد المؤمن راح يقاوم المؤمن، لأنه الشيطان راح يحاول يهيج فيه الغرائز الحيوانية الكتيرة مشان وإن كان أو وإن بقي مؤمن بس ما يعمل بحسب الإيمان وما يعمل حسب حق الإنجيل المسيح، وبالتالي يخسر الحياة الأبدية. واثنين، الله وصانا بالمحبة، محبة الله ومحبة القريب، ويطلب منا أنه نحن ما نحب أي كائن آخر أكثر منه. إيه وصانا بمحبة القريب بس ما كان مو أكثر من الله. وهيك يعلمنا المسيح المعلم له المجد انه نحن نطيع الوالدين، وهذا حق للوالدين علينا. اصلا في وصية من الوصايا العشر تقول اكرم اباك وامك لكي يطول عمرك في الارض التي يعطيك. حق الوالدين انه نحن نكرمن ونحن نحبن ونحن نطيعن، بس ولكن ما نحبن اكثر من المسيح، وما نطيعن أكثر من المسيح، وما نحترمن أكثر من المسيح. ليش؟ لأنه المسيح له المجد، هو الله اللي خلقنا كلتنا. يعلمنا أنه نحن نحب أخوتنا، وهذا حق. إن كانوا أخوتنا الجسديين فهن أولاد أمنا وأبونا، وإن كانوا أخوتنا الروحيين فهن أبناء كنيستنا. فلما نحب اخوتنا عم نحب امنا وابونا، ولما نحب اخوتنا الروحيين عم نحب كنيستنا، بس ولكن مو اكتر من المسيح. لانه من دون المسيح لا الاخوة الجسدية نافعة ولا الاخوة الروحية نافعة. ويعلمنا انه نحن نحب كل الاخرين، مو بس اخوتنا الجسديين ومو بس اخوتنا الروحيين، نحب كل الاخرين، لانه نحن وكل الاخرين نشترك مع بعض في جزر اسمه الجزر الانساني. لذلك حق كل الاخرين علينا انه نحن نحبن، بس ولكن مهما حبيناهن ما بنحبن اكثر من المسيح له المجد. ليش؟ لانه المسيح هو القادر على كل شيء، وهو الله الخالق. هو خلق ابوي وخلق امي وخلق اخوي وخلق اختي وخلق كل الناس، وبالتالي هالناس كلية ابتداء من الاب الجسدي ومرورا بالاب الروحي
وانتهاء بكل إنسان ما انفضل عليه أكثر من المسيح. فمثلا أبوي الجسدي ما له علي فضل في وجودي لولا أنه المسيح نفسه حط في الإنسان قوانين التكاثر، وبحسب قوانين التكاثر الأب يولد أولاده، وبالتالي الفضل الأول هو للمسيح له المجد. الفضل الأول هو المسيح له المجد. لذلك نحن نحب أبونا بس ما نحبه أكثر من المسيح، نحب أمنا بس ما نحبها أكثر من المسيح، نحب أخوتنا الجسديين بس مو أكثر من المسيح، نحب أخوتنا الروحيين بس مو أكثر من المسيح، نحب كل الناس اللي نشترك معهم بالجذر الإنساني بس مو أكثر من المسيح، لأنه الفضل في وجودنا كلياتنا عائد للمسيح اللي خلقنا كلياتنا. ثلاثة، يعلمنا أنه هو دائما يعظم من شأن تلاميذه إلى درجة أنه اللي يحب تلاميذه يحبه، اللي يحترما يحترمه، اللي يقبلا يقبلوه، واللي يمد لألن إيد الإنسانية والأخوة والمسامحة والمصافحة والصفاء فإذا هاي عم تمتد للمسيح. هذا بشكل عام. أما بشكل خاص لازم الكاهن ينتبه لنفسه اللي عنده له مكان مميز عن المسيح، خاصة إذا هذا الكاهن كان عامل نشيط في حقل المسيح. ليش؟ لأنه الكاهن يعني بمختلف مراتب اللي هن خدام المسيح له المجد، هن الشخصية المنظورة للمسيح الغير منظور. وهلأ أحبائي نروح فاصل ونرجع. من جديد أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا المسيح المعلم. وخلصنا الحديث عن مسائل العمل الرسولي، وهلأ وصلنا لعنوان جديد من عناوين ملامح إنجيل متى اللي هو أمثال الملكوت. الناس عبر التاريخ اعتادوا أنه دائما يطرحوا كثير من المسائل، وخاصة المسائل الصعبة يطرحوها بأمثال أو ألغاز أو قصص. ليش؟ لأنه هاي كلها في قاسم مشترك بيناتها اللي هو التشوق إلى معرفة الحقيقة اللي ترمي لألا القصص والأمثال والألغاز، وبالتالي لما تنكشف الحقيقة فتبقى محفورة في نفس الإنسان، ومو مثل الشرح العادي أو الكلام العادي اللي يسمعه الإنسان هلأ وبعد ساعتين ثلاثة ينسهو. لأن الحقيقة اللي يطلبها الإنسان من اللغز أو الرمز أو القصة هي اللي تتم باكتشافها عقليا. يعني دائما الإنسان يسمع لغز يشغل عقله أنه شو هي الحقيقة المرجوة من هذا المثل أو اللغز أو الرمز أو القصة، وبالتالي لما يكتشفها في عقله مو مثل لما يسمعها مجرد سماع، يكتشفها في عقله فتتخزن في عقله وتبقى محفورة في ذهنه. لذلك ربنا يسوع المسيح في واحدة من أساليب التعليم اللي استخدمها في تعليمه هي طريقة الأمثال، فطرح كثير تعاليم عن طريق الأمثال، وهالأمثال في منا ما دعي بأمثال الملكوت، وراح نشوفها كلياتها في الإصحاح 13 من إنجيل متى. المثل الأول من أمثال الملكوت مثل الزارع. عم يقول ربنا يسوع المسيح له المجد: في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر، فاجتمع إليه جموع كثيرة حتى إنه دخل السفينة وجلس، والجمع كله وقف على الشاطئ، فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا: هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الماك المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جف، وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا، بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. من له أذنان للسمع فليسمع. نتأمل في هالمثل ونشوف. في ذلك اليوم حرفيا هو واحد من الأيام، أيام الأسبوع. له مدلول روحي؟ نعم له مدلول روحي. من مدلولاته الروحية
هو يوم ظهور الله بالجسد من أجل محاورة البشر وإعادة إلى بيت اللي خرجوا منه اللي هو فردوس النعيم اللي انطردوا منه بعد ما ارتكبوا المعصية. وكمان من مدلولاته يوم الكنيسة، فيوم الكنيسة قائم من يوم العنصرة إلى يوم القيامة. في هاليوم هاي تبشر الكنيسة كل الناس وتوعظن وتعلمن طرق الخلاص بالمسيح. خرج يسوع من البيت، ما المقصود؟ حرفيا بيت، وربما يكون البيت اللي كان في كفر ناحوم. له مدلولات روحية؟ نعم له مدلولات روحية كتيرة. من هالمدلولات الروحية راح نذكر بعض منها. البيت رمز إلى السماء، السماء اللي خرج منها ربنا يسوع المسيح وظهر بين البشر إله متجسد. والبيت هو رمز للكنيسة، فالرسل هن كانوا نواة الكنيسة اللي كانت لازم يسوع خلال مدة البشارة 3 سنوات. من هالكنيسة خرج التلاميذ وخرج المبشرين وانطلقوا إلى كل أصقاع الأرض عم يدعوا الناس إلى التوبة والخلاص. وجلس عند البحر. ما رمزية البحر؟ شو هي رمزية البحر؟ البحر يحوي حيتان كتير ويحوي حيوانات ضارة كتير ومفترسة كتير، ومن ناحية دائما أموالهم وتطلاطم وتخوف. لذلك البحر صار رمز للعالم الزمني المليء بالحيتان، المعبأ بالحيتان البشرية من ناحية، والمضطرب دائما بالصراعات والقلاقل الدائمة. ولذلك المعنى الروحي القول وجلس عند البحر هو انه رضي وبكل محبة وارتياح رضي يظهر في العالم ويحكي مع العالم ويقعد مع العالم مشان إعادة العالم إلى المجد اللي انطرد منه. فاجتمع إليه جموع كثيرة حتى أنه دخل السفينة والجمع كله وقف على الشاطئ. الجموع هن الناس على اختلاف طبائعا، إشارة إلى الناس باختلاف طبائعا. فمن طباع الناس في ناس يحبوا الله، وفي ناس عاديين في علاقتهم مع الله، وفي ناس فضوليين. بس القاسم المشترك كان بين هالناس اللي كان يجتمعوا مع المسيح هو رغبة اللقاء بالمسيح له المجد. دخل السفينة وكلمهم منها. السفينة كانت مصنوعة من الخشب، والصليب اللي انصلب من عليه كان مصنوع بالخشب، وعن طريق الصليب أو على الصليب سحق سلطان الخطية والموت. وبالتالي السفينة هاي صارت رمز أولا لصليب المسيح له المجد اللي انصلب عليه، لأنه هاي مصنوع من الخشب وهذا مصنوع من الخشب. وقف الجمع على الشاطئ، هو في السفينة بس الجمع بقيوا على البر على شاطئ البحر. يعني مدلول الروحي انه وقفوا على حد الخلاص، وبالتالي اللي منهم بإرادته وبحريته يقبل الخلاص فالمسيح راح يستقبله في سفينة الخلاص اللي هي الكنيسة، واما اللي ما يريد الخلاص راح يبقى على الحد. ممكن ينظر من بعيد ويشتاق بس هو ما يريد الخلاص، وممكن ينصرف الى العالم ينغمس في امور العالم. اما الزارع، الزارع هو المسيح بالذات، خرج ليزرع ويلقي بذور المحبة وبذور الإيمان وبذور الخلاص في قلوب البشر مشان تنمو وتتحول لشجرة يشتهي الله أنه يقطف ثمارة. وهذا شيء ما في جدال إطلاقا، ونحن بالتأمل في تاريخ الله مع البشر راح نشوف. بداية زرع بذرة محبة في آدم وحواء بس، ولكن خانوها وسقطوا. وبعدين رجع الله وانطلق بشعبه بقيادة موسى وحرر من عبودية الفراعنة وغرس أيضا فيهم بذور المحبة، بس ولكن هن دائما كان يجحدوا محبة الله، ووصل الأمر فيهم إلى درجة أنه رفضوه وأنكروه وصلبوه مشان يتخلصوا منه. وفي ملء الزمان ظهر المسيح متجسد
وحل في وسط البشرية ورجع غرس في البشر بذور المحبة، محبة الله ومحبة القريب، وبذور الخلاص مشان ينموا هالبذور ويصبحوا أشجار، هالأشجار تنطلق باتجاه ملكوت الله. وفي يوم الصلبوت خرج من أورشليم مشان ينصلب على الصليب على الجلثة، وهيك على الجلثة يشترينا وينقينا بدمه ويقدسنا بدمه الأقدس مشان يصير من أولاد الملكوت. وهذا يذكرنا بحديث الرسول بولس اللي قال فيه: لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. البذار، البذار هو تعاليم المسيح الإلهية، وكل كلمة وكل آية من تعاليمه تحمل معنى أو معاني. هالمعاني إذا قبلنا زراعتها في قلوبنا ونميناها فراح تتحول إلى شجرة كبيرة تثمر ثمار محبة الله فينا. الزارع هو واحد والبذار هو واحد، ولكن الأرض اللي تقبل البذار متنوعة. ونشوف ربنا أنه عم يقدم لنا أربع أنواع لهالأرض: أرض الطريق، والأرض المحجرة، وأرض الأشواك، والأرض الصالحة، الأرض الجيدة. وهالأربع أنواع من الأرض كل واحدة تشير إلى قلب من قلوب البشر، أو نوع من أنواع البشر، أو حالة من حالات البشر. فأرض الطريق هو تعبير على الإنسان المتعجرف والمتحجر، فالإنسان من هالنوع ما يقدر يقبل ما هو صالح ومفيد. ليش؟ لأنه التعجرف والتحجر يصير السد ما بينه وما بين ربه اللي هو مصدر كل صلاح. وهالأرض أرض الطريق تمتلك خاصتين أساسيات. أولا هي أرض عمومية كل واحد يمشي فيها ويروح وما يتوقف عليها، وهذا رمز أنه أصحاب القلوب المتحجرة والمتعجرفة الناس وين يشوفون بالشكل بس ما بيوقفوا أماما وقفة اهتمام. واثنين، أرض صلبة ما تدخل البذور في داخلها، وهيك أصحاب القلوب المتعجرفة والمتحجرة ما بيدخلوا كلمة الله في نفوس مشان ما يتمتعوا فيها ومشان ما تنبت في نفوس، وبالتالي ما تتحول إلى شجرة، وبالتالي ما بيقدموا فضائل كما يريد الرب. لذلك هدول هن مجردين من الفضائل، مثل ما الحبوب يقع على الأرض الطريق تجي الطيور تأكلها وتمشي ما بقى في حبوب، هيك هدول الناس يجي الشيطان ويمنع أنه تدخل الفضائل لقلوبا مشان يتحولوا إلى مؤمنين حقيقيين وينالوا الخلاص بالمسيح يسوع له المجد. اثنين، أرض الأماكن المحجرة. الأماكن المحجرة هي طبقة حجرية عليها طبقة خفيفة من التراب، وهي تمثل المرائين، الناس المرائين اللي يخفون طبيعتهم الحجرية تحت طبيعة خادعة وغشاشة من المجاملة والتملق. لذلك يظهرون أمام الناس كأنه هن عم يقبلوا الكلمة وهن فرحانين، بس ولكن في داخلهم ما بيسمحوا للكلمة تعمل إطلاقا، ولذلك هدول لا يثمروا الكلمة فين. لما تجي تتثمر تنشف بسرعة، تشوفون يدخلوا على الكنيسة فرحانين بالناس الموجودين، بس يطلعوا ونسوا ايش كان في الكنيسة وايش سمعوا من الاب الكاهن في الكنيسة، ان كان صلاة وان كان ايضا. اذا في المظهر مؤمنين، بس ولكن ما وراء المظهر ما عندن ايمان. تشوفن غيورين بس ولكن وراء المظهر ما عندن اي غيرة، وينهزموا في اللحظة المناسبة حتى اذا كانت لحظة ضعيفة. ثلاثة، أرض الأشواك. الشوك هو تعبير عن الاهتمامات العالمية من مأكل ومشرب وملبس ومال وعلاقات اجتماعية أرستقراطية، وطبعا هي كلها ما هي عيوب بحد ذاتها، بس ولكن العيب هو في الإنسان اللي حولها من مسار الأخلاقي إلى مسار شاذ
فتصير عيب. فلا بد للإنسان أنه يأكل ويشرب ويكون له علاقات ويكون عنده مال، بس لكن لا يحولها عن مسارها الأخلاقي. فمن الناس يهتم بالطعام والشراب على أنه هن غاية الغايات، ومن الناس يهتم باللباس وكأنه اللباس هو اللي يمنح الجمال الحقيقي مو الله، ومن الناس من يسعى للرفاهية كغاية منشودة وينسى أنه لازم يترفه في الحياة الأبدية مع المسيح، ومن الناس اللي يهتم في تنمية المال وينسى الكنوز السماوية أنه هي فقط تقدر تعطيه الحياة الأبدية بالمسيح، ومن الناس من عندنا علاقات وصداقات وكأنه هالعلاقات والصداقات هي الأول والأخيرة، وينسون أنه لازم يكون عندنا علاقة مميزة وأقوى من كل العلاقات والصداقات هي العلاقة مع المسيح. بس ولكن هذا الإنسان، إنسان من هالنوع، هو إنسان غبي. ليش هو إنسان غبي؟ لأنه عم يحرف الشيء عن مساره الحقيقي، ولما يحرف الشيء عن مساره الحقيقي عم يخسر. أش عم يخسر؟ عم يخسر سلامه الداخلي، عم يخسر الفرح والسعادة اللي ما ممكن يعطوها إلا المسيح وحده. هل اهتمامات الخارجي عن المسار الأخلاقي لما تبذر فيها بذار الملكوت كلام الله فتختنق وما تعطي ثمر وكأنه ما بذرتها بالأساس؟ وهيك يعلمنا المسيح المعلم له المجد إلى هون، أنه نحن ما نهتم بالطعام واللباس على أنه هن غاية الغايات، وما نهتم إطلاقا بالرفاهية المادية كغاية منشودة، إنما نهتم أن نكون مرفاهين في الحياة الأبدية في ملكوت الله، وما نهتم بتنمية المال على أنه هو إله غاية الغايات، إنما نهتم بالكنوز السماوية. شلون نزلنا كنوز في السماء مشان تستقبلنا في السماء، وما نعمل علاقات وصداقات وعلى أساس أنه هي كل شيء في حياتنا، إنما نعمل علاقة وصداقة مع المسيح له المجد، لأنه هو الصديق الأوحد اللي يصدق صدق تام وكامل مع المؤمن. وبالتالي ما نحرف الأمور عن مسارها الأخلاقي مشان ما نكون أغبياء وما نخسر سلامنا وما نخسر سعادتنا، وبالتالي كلمة الله ما تختنق فينا إنما تنبت. وهلا أحبائي نروح فاصل ونرجع. من جديد أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا المسيح المعلم. قبل الفاصل حكينا عن ثلاث أنواع من التربة، اللي هي أرض الطريق، واثنين الأرض المحجرة، وثلاثة أرض الأشواك، وهلأ بدنا نحكي عن الأرض الرابعة اللي اسمها الأرض الجيدة اللي ذكرها ربنا يسوع المسيح. والأرض الجيدة أحبائي إلى الصفات كثير. من هالصفات رح نذكر واحد، ما هي أرض صلبة مثل الطريق اللي ما تقبل بذار، وما إلى أساس صخري مثل الأرض المحجرة اللي تحرق وتنشف البذار، وما هي مملوءة بالشماء بالأشواك اللي تخنق بذرة ملكوت، إنما هي أرض رخوة إلا تربة كثيفة ونظيفة مشان تدخل بذرة الملكوت فيها وتنمو وتعطي ثمر. اثنين، قلنا أنه هي أرض نظيفة. ليش؟ لأنه تتعرض في الصيف لأشعة الشمس، وأشعة الشمس تحرق كل ما فيها من جراثيم، مثل نار كلمة الله اللي قادرة أنه تحرق كل ما في الإنسان من شواذ وكل ما فيه من جراثيم شيطانية إذا أراد أن ينمي كلمة الله. وهي اللي ينزل عليها المطر وتخزنه مشان يصير مخزون غذائي للبذرة اللي توقع فيها وتغذيها شوي شوي مشان تنبت وتطلع وتعطي ثمر. لذلك هل مي هذا اللي تخزنه يصير رمز للروح القدس اللي نحن مخزن فينا نحن كمؤمنين مسيحيين، فقط انه هو يغذينا ونحن نستجيب وبالتالي ننبت ونصبح أشجار لتنمو وتتسلق وتصل الى ملكوت الله.
وهي أرض مثمرة بدرجات متفاوتة متفاوتة، بس كل إنتاجها صالح، يعني إنتاجها مو كله مثل بعض، في عالي في وسط في أقل من الوسط، بس كله تصالح لملكوت الله. وهذا شيء يخلينا نذكر مسألة المواهب. في ناس عندهم مواهب كاملة، وفي عندهم مواهب أقل، وفي ناس عندهم مواهب أقل، فكل واحد يعمل بهالمواهب راح ينال نعمة هالموهبة. وبما أنه هي تربة تسمح لأشعة الشمس أنه تحرق فيها ما فيها من جراثيم، فهي تعبير عن النفس، نفس الإنسان اللي تتقبل كلمة الله مشان تحرق فيها جراثيم الشيطان، وبالتالي تتقبل كلمة الله مثل مطر، وبالتالي فهي إنسان للمعمودية. ونلاحظ أنه له المجد صنف اللي يعملون بكلمة الله في ثلاث مستويات من خلال الأرض الجيدة. أولا مستوى 100، فعم يقول قسم أعظم 100، وهالمستوى هو مستوى العفة الكاملة، وهن اللي اقتنوا كلمة الله ولبسوها جسدا ونفسا وكرسوا كل حياة من أجل أنه يعيشوا كما يحق الإنجيل المسيح اللي هو كلمة الله، وبالتالي انطلقوا في هالتكريس يبشروا أمم ويبشروا شعوب ويدعون الخلاص، وخلصوا أمم كتير، فهدول أثمروا ثمار كاملة. وراح نشوف مستوى 60، ومستوى 60 هن مستوى المؤمنين اللي دائما يقرنوا الفضائل الروحية بالفضائل الجسدية، يعني روحيا عندهم فضائل عالية جدا وجسديا عندهم فضائل عالية جدا، ويجمعون ما بين هالفضائل مشان شو؟ مشان ينموا بذرة الملكوت فيهن على الدوام، وبالتالي يوصلوا إلى ملكوت الله. وراح نشوف بس مستوى 30، ومستوى 30 هن مستوى الناس اللي يمارسوا الفضائل الجسدية مثل العفة والتشق التقشف والصوم والصلاة وأعمال الرحمة و إلى آخره، وبعدين ينصرفوا لأمور الحياتية، يقوموا في أعمال الحياتية بس ولكن بكل عفة وبسيرة حميدة مع استمرار الإيمان بالمسيح. ونلاحظ أنه هالمستويات التاتة هن في حقل واحد، وهالحقل هو الكنيسة، وبالتالي البذار هو كلمة الله، ومثل ما قلنا الزارع هو المسيح وله المجد. إنتاج هالمستويات مثل ما قلنا متعدد، بس ولكن هو إنتاج أرض واحدة، وإنتاج إنتاج كنيسة واحدة، وإنتاج حقل واحد. لذلك بهالمستويات الثلاثة هو صالح ومقبور، وبالتالي تعبير عن أنه أصحاب المستويات الثلاثة مقبولين في ملكوت الله، كل واحد له منزلة تناسب المستوى اللي كان فيه. وربنا يسوع المسيح أصلا قال منازل أبي كثيرة، وهيك ربنا يسوع المسيح المعلم يعلمنا، واحد يعلمنا أنه نحن ما نكون أمام كلمة الله أرض صلبة لا تقبل بذار الملكوت، أو محجرة تحرق بذار الملكوت، ولا أرض أشواك تخنق بذار الملكوت، إنما أرض جيدة تنمي بذار الملكوت. ومن ناحية ثانية، من ناحية المستويات، يعلمنا أنه إذا كنا من مستوى 100 فنحن كاملين، أصلا هو قال كونوا كاملين كما أن باكم الذي في السماوات هو كامل. وإذا كنا من مستوى 60 فنحن مؤمنين فوق العادة، وإذا كنا مستوى 30 فنحن عم نمشي في طريق ملكوت الله، وما علينا إلا أن نثبت لكي نصل إلى ملكوت الله. المثل الثاني من أمثال الملكوت هو مثل الزوان. عم يقول متى في الإنجيل: وقدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى. هلا في مثل الزارع اللي حكينا عليه قبل شوي، اجى ربنا مشان يقيم مملكة
ويزرع فيها بذور ملكوته، وبالتالي ما على أبناء الملكوت أبناء الكنيسة إلا أنه يعملوا ويثمروا، وبالتالي إذا ما قبلوا فهذا أمر عائدي لحرية واختيارا وعادل لطبيعة اللي ما ترضى بقبول البذور. أما إذا قبلوا فهن راح يكونوا صالحين وراح ينمو ويصعدوا إلى ملكوت الله. أما في مثل الزيوان عم يعلن أنه في عدو، يعني الأمور هيك ما راح تمرق، لا في عدو. هذا العدو ما يقدر يشوف الإنسان وهو عم يقبل كلمة الله، وبالتالي هالمثل أو في هالمثل الحقل هو الكنيسة، وكمان الزارع هو المسيح، والزارع هو كلمة الله، والعدو مين هو؟ راح نشوف فيما بعد أنه العدو هو الشيطان. بس بداية نلاحظ ملاحظتين هامتين. الملاحظة الأولى هي قوله عدوه، يعني عدو الزارع، وطبعا الزارع هو المسيح، ما قال عدو الإنسان، قال عدوه يعني عدو المسيح. وهيك نفهم أنه الشيطان بالدرجة الأولى والرئيسية هو عدو الله، وبما أنه مو يقدر يحارب الله وينتصر فإيش يعمل؟ يحاول ينتصر على الإنسان اللي يحب الله. وهذا الشيء من هذا الشيء علمنا المسيح أنه نحن لما نعطي فرصة للشيطان يتغلب وينتصر علينا عم نعطيه فرصة أنه يهين مجد الله. والملاحظة الثانية هي قوله وفيما الناس نيام، وما قال فيما الزارع نائم. ليش؟ لأنه الناس من طبيعتهم بده يناموا كطبيعة بشرية، بس الله لا ينام، والمسيح هو الله الذي لا ينام. وطبعا بدنا ناخذها بالمفهوم الحرفي، الزارع المسيح ما بينام إطلاقا، إنما اللي ينام هو الإنسان. ومو مقصود بالنوم هو هون النوم الجسد، إنما النوم الروحي، يعني نوم اليقظة ونوم السهر ونوم عدم العمل بوحي كلمة الله. وبالتالي في هالحالة نحن عم نسمح أو عم نعمل بحسب مشيئة الإبليس، يعني عم نسمح له يجي يزرع فينا ما يريد من شر أو من أفكار شر أو من بدع شر. فمثل ما إذا صاحب مال كثير نام وقلوا عدو عم يتربس فيه وأيمد بده ينام مشان يدخل ويسرق وينام ويدخل ويسرق، هيك يتربس فينا الشيطان أيمد يصير عنا تهاون، أيمد يصير عنا تكاسل مشان يدخل وبالتالي يسرق منا فضائلنا ويسرق منا محبتنا ويسرق منا عملنا وفق كلمة الله. شلون؟ عن طريق زرع فكر آخر غير كلمة الله، اللي ينص انه انت ليش عم تعمل بحسب كلمة الله، وليش عم تتعب حالك، ليش عم تركض ورا سراب، كل هذا باطل، شوف نفسك. طيب سؤال يقول لماذا لا يحرس المسيح الحقل بينما الناس نيام؟ المسيح حقيقة يحرس الحقل، بس ولكن المؤمن لما ينام ينام بحريته، فيفتح باب للابليس انه يدخل، وبقى هو كمان يزرع في نفسه بذاره الشيطاني. ومن ذلك الامر يتطلب اليقظة، يقظة المؤمن ويقظة الراعي. المؤمنين تتمثل يقظة في انه يكونوا مستعدين دائما للعمل وفق كلمة الله وبحسب ارشادات الكنيسة، واما الراعي تتمثل يقظته في توجيه الرعية دائما بحسب كلمة الله والإشراف الدائم على يقظة الرعية من خلال متابعة أمون الروحية والزيارات لألن ومواعظه وإلى آخره. وهيك يعلمنا المسيح المعلم أنه إذا كان الراعي يقظ وكانت الرعية يقظة، اليقظة الروحية أقصد، ويعملان عم يعملوا مع بعض بجد ونشاط مثل ما في كلمة الله، فعدو الله إبليس ما يقدر يدخل لنفوسا ويزرع بزار الشر في نفوسا. لذلك الرسول بطرس يقول اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه، فقاوموه راسخين
في الإيمان. الزوان، قلنا أن الزوان هو بزور الشيطان الشرير. إذن الزوان هو بزور الشيطان الشرير، وهالبزور هي متعددة الأنواع والحالات. فنشوف من هنا أنواع والحالات والحالات، نشوف نوع الهرطقات. فالهرطقات أحبائي هي بذور إبليسية يزرعها الإنسان في ناس متهاونين أو متراخين أو متكاسلين أو غير مهتمين، ويوهمن أنه هذا هو الإيمان الحقيقي، وبالتالي يشيل كلمة الله الحقيقية ويحط البذار تبعه. مثل مثلا يدخل في نفس الإنسان ما في حاجة للأعمال الصالحة، كون مؤمن بالمسيح ما في مشكلة بس ما في حاجة للأعمال الصالحة، بس ولكن المسيح عمل الأعمال الصالحة قاعدة للدينونة في اليوم الأخير. وهون تبرز أهمية السهر، سهر الراعي وسهر الرعية. سهر الراعي أنه دائما ينبه الرعية إلى التعليم الصحيح، وسهر الرعية أنه دائما تعمل بوحي إرشادات الراعي، وهيك يتخلصوا من خطر الهرطقات والبدع اللي حاول الشيطان دائما يزرعها في نفوس المؤمنين. ومن بذار الشيطان أيضا محبة الخطايا أو شهوة الخطايا. ما في مشكلة يعني خليك مع المسيح، خليك مؤمن بالمسيح، بس ما في مشكلة إذا صارت فرصة أنه تسرق وتدعم وضعك المادي والاقتصادي، وما في مشكلة إذا صار لك فرصة التقيت بامرأة زانية وشبعت شهوتك، وما في مشكلة إذا واحد أهانك تهينه لأنه حقك تهينه لأنه أهان كرامتك، خليك مع المسيح بس واحد اثنين ثلاثة. لا، هاي بزار الخطية اسمها يزرع الشيطان في نفس المؤمن بغش وخداع، لازم المؤمن ينتبه. لا ومن البذور الشريرة أيضا الناس الأشرار نفسا، هن بذور شريرة. وخطر الناس الأشرار يتمثل في أمور كثيرة، من الإساءة إلى الإيمان، ومن إقلاق الناس، ومن تشويه العمل صورة العمل الصحيح، ومن أن الناس في بعض الناس الضعفاء يقلدون لأنه يفكرون على حق. وهون عم يحضرني قول الرسول بولس لما قال المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. فالناس الأشرار لازم واحد يتحاشاهن وما يعاشرن وما يخالطن. يتابع ربنا يقول فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له يا سيد أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ أنت زرعت زرع جيد، فمن أين له الزوان؟ أنت زرعت زرع جيد بس عم نشوف في وسط الزرع جيد زوان، من أين جاء هذا الزوان؟ قال لهم إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه. دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. وهون نشوف انه المسيح المعلم عم يعلمنا اكثر من مسألة. من هالمسائل اولا يعلمنا انه النبات اذا بقي ينمو، يعني المؤمنين اذا بقي ينمون ففي وقت الحصاد يوم القيامة يجمعون الى مخزن المسيح، ومخزن المسيح هو ملكوت الله. واما الزوان يعني الناس الأشرار اللي قبلوا البذور الشيطانية في قلوبهم وعملوا في البذور الشيطانية ونموا في قلوبهم، ففي يوم الحصاد يوم القيامة رح يرمون إلى النار الأبدية.
هذا أولا. اثنين، يعلمنا أنه الأبرار والأشرار، الصالحين والطالحين، أفكار الإنجيل مقابلة أفكار الشيطان، كلنا عم يمشوا مع بعض جنبا إلى جنب في الحياة الزمنية. بس ولكن لما يجي يوم حساب راح يتم الفرس، وراح يتبين مين عمل، مين كان زرع جيد أو مين اللي نمى الزرع الجيد، ومين كان زرع فاسد، ومين كان اللي ينمي الزرع الشيطاني. وبالتالي راح يكون لقاؤه مع أصحاب الزرع الشيطاني أو اللي عملوا نموا زرع الشيطاني في نفوسا، راح يكون لقاء رهيب مفزع يقوم على الطرد، اذهبوا عني يا ملعين. وأما لقاؤه مع الناس اللي نموا بذرة الملكوت في نفوسا وصاروا أشجار مشان توصل إلى الملكوت، فراح يكون لقاء ودي وحبي، تعالوا إلي يا مبارك يا أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. وإلى هنا نكون قد أنهينا هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وللمسيح المجد إلى الأبد، آمين.